الله يلعنك ردي على هالتليفون. ولك ردي. عفوا إلك ساعة ناطر هون، قلي شو بدك. طلع من راسي أحسن لك. ها بس ممنوع الوقفة هون. خلاص فهمنا. تضرب منك للدكتور عمر. شو جنهاد؟ والله لحاسبك على اللي عملتي. قولك أنا بشو عم أحلم وهي طالعة تكسر باليخت. يلعن حظي. بالبيت لا بنت ولا بنتين، ولك عندي ثلاث بنات ولا واحدة منهم بتقول لحالها أنا طالع على الزبالة. الله يصبرني. خير؟ انت مين ناطر هون بهالوقت؟ ناطر بنتك عمي صالح. فيك تقلي وين بنتك؟ عندك خبر وين بتكون هلا؟ يلا جاوبني. جاي تحاسبني على تربية بنتي لك قليل تربية؟ انا ما عم حاسبك عمي، بس يعني انا مالي عمك. من اللحظة اللي رميت فيها هداك المحبس ما عادت خطيب بنتي. لك انتو شو قصتكم مع هالمحبس؟ انا جاي لانه شفتها لجوري طالعة بياخد توليب خانم، وفوق كل شي كانت ايدها بايد هذا الاهبل. عندي خبر. انا بنتي ما بتخبي عني شي، دايما بعرف مع مين هي، فهمت؟ ما عندي مشكلة. بوجودي ما بيحق لك تحاسبها ولا تحكي مع كلمة، مفهوم؟ انت واحد قليل ترباية. عمي عيب هالحكي هاد. ولو كنت بدك تعلمني شو العيب اللي عملته انت مع بنتي هو العيب ولا؟ يلا روح من وشي. خلص روق عمي، روق خلص اهدى شوي، خد نفس، خد نفس عمي صالح. انت شو مفكر بنتي ولا؟ شو مفكر بنتي؟ عمي صالح روق شوي. يلا يلا عمي صالح، خد نفس، خد نفس شوي عمي صالح، روق عمي صالح. الاسعاف. يلا طب بوس ايدك، والله ما كان قصدي يا عمي صالح، يا عمي صالح روق شوي. يلا